السلام عليكم. كان بارا بمدينته عدن، كبره بأمه ومحبا لها كمحبته لزوجته وأطفاله، يقسم وقته بين واجباته بالتساوي حتى يظن الجميع أنه معهم طوال الوقت. قاتل حين اضطر لحمل السلاح دفاعا عن مدينته في وجه عدوان ميليشيا الحوثيين، وفتح بيته للمقاومة يمدهم بما يملك من غذاء أو دواء. وحين ظن أن المعركة قد انتهت وأن المدينة صارت في أيدٍ أمينة، وجد نفسه فجأة سجينا منفردا مقطوعة أخباره عن العالم. قصة القائد العدني المخفي قسريا عادل حداد في الفيلم التالي، نشاهدها ثم نعود. وطبعا بالدرس للدراسة الابتدائية، لأنه أبوه توفى خرج وكان يحاول يشتغل بأي شغل، ورغم أنه سنه صغير تحمل مسؤولية بدري، يعني أتحمل مسؤولية نفسه ده. لما سمع أنه على فيه تجنيد التحق للمجندين، التحقوا في بداية التسعينات 92 91 وانضم لهم، وكان من واشترك كمان في دورات وده، وكان بشعبة دائرة شعبة المالية في وزارة الداخلية تبع المنطقة الرابعة. والله كان يحارب وكان يذا ووسطى مسكين ورجع راح برضه، ما جلس نهائيا، ما كناش نشوفه داخل البيت، كله برا يحارب يقاتل مسكين. لما سمعنا الحويتة، خاصة انه احنا اول ما بدأت الحرب اتضررنا، انه اني فقدت شهيد هو اخي، وكان من اعز اصدقاء زوجي اخي، فزوجي كان محروق، كان يقول لازم انتقم له، وكان يحس انه واجبه انه ينتقم له هو، كان لانه كان من اعز الاصدقاء له. فلما شافه واستمع على العيال الكثير، وقد كان بالبدايه قد كان باللجان الشعبيه زوجي، وانضم للجان الشعبيه، بس كان ماشي باليد حاجه، كانوا يحاولوا يجمعوا من بينهم البين، يشوف العيال اللي لاقوا اسلحه من قبل حديد يجمعوها، يحاولوا انهم يكونوا لجان قبل ما يبداوا بالجبهه المباشره. الله مسكين ما جلس والله ولا عن يشوفه نهائيا، بس يلا بس حرب حرب حرب، يروح يقاتل قاتل قاتل، يا ابني يا ابني يا ابني، قال ما بخليش الحواته يدخلوا بلادنا. وبداية لما كريتر تم يعني الحويته حاصروها، كان زوجي يعني دعم المجاهدين جسديا ومعنويا، انه كان يخليني أن اطبخ لهم، وحتى لما كان في حصار اي جريح كانت اني وبنتي، بنتي بنت شابه، كنا نخرج بالليل على اساس انه نكون الجريح ده معانا عشان نخرجه نوديه المستشفى ونرجعه. كانوا يقولوا له كيف تضحي بعائلتك؟ كيف تخرج زوجتك وبنتك؟ وكيف زوجتك تسمح لك؟ كانت انا واقفه مع زوجي ادعمه باي قرار، لانه كان مصلحته عدن، كانت بعمل اي حاجه، ولاني احب زوجي كنت اوقف معه باي قرار اتخذه انا معه. ما كانش ابدا اني اقول له لا انا خايفه بتضحي بي، كان يخلي حد مع عيالي الصغار ونخرج انا وبنتي، نروح نخرج الجرحى، لو في معانا بالبيت اي ماده غذائيه نطبخ لنا وللعيال اللي في الجبهه. كان حتى لو انصاب، كم مره انصاب؟ مره انصاب بشطيه بالرقبه، ومره انصاب بشريطه وهو يضرب بالمعدل دخل بين الاقدام حقه، بس كان يستمر حتى في التحرير. اول ما بداوا يدخلوا عدن من العقبه، ضربه واحد من القناصه باليد وبالصدر وفقده، رفض انه يرجع للبيت، رجع للمستشفى داق ابره وعملوا له الاجراءات اللازمه، ورجع ثاني مره يقول اشتي اكون اول من يدخل عدن كريتر، وفعلا دخل عدن كريتر ورغم انه تعبان، واول من المجامع اللي كانوا يخافوا انهم يدخلوا معاشق بسبب انه خايفين انه في حويته او في الغام، زوجي اول من دخل معاشق وتصفيه الالغام، واول من حرر تصفيه الجبال من الحويته، وكان موجود مع اللي صفوا الالغام، واول من رجع الناس الحقوق اللي كانوا مسروقين. كان اي انسان مسروق او اي انسان مظلوم من الاخوان الشماليين كان زوجي يوقف معه يرجع له حقه للاسف الشديد. وكان زوجي اول من اوجد المجامع في معاشيق ودربهم بحكم خبرته العسكريه في الجيش، ودربهم اوجد المجامع. خلاص بالنهايه بعدين بس الله ردوا ابني، الله يعلم فين ردوا، بعد ما شاء الله حارب ولا حد حارب زيه، ما كناش نشوفه داخل البيت نهائيا. قال ما عادش شقاتي اللي ده فيه بإهانة لي، ودل كأن وأنا جندي أحارب من أجل وطني. بعدها بشهرين خلاص زوجي رجع إنسان عادي، ما عاد كانش يروح أي مكان، يطلبوا منه يروح مكان، يروح كان يقول ما بحاربش، أشي أربي عياله خلاص كفاية لا هنا،
وكان عمره 40 سنة. رفض في 2016/17/11 يوم الخميس، خرج الصباح الظهر. يعني استغربت انه دائما زوجي لما يكون لازم يكون بالبيت موجود يجي يتغدي معانا. استغربت انه اول مرة يتأخر، يعني شفت الساعة 1:30 ما اتصل بيش، استغربت. اتصلت على 2 جواله مغلق، بعد الساعة 1 جواله مغلق. متصل على ما فيش حاجة، برغم انه في واحد نعمك الساعة 2، واخبر العيال اللي بالسوق انه شاف عادل حداد لانه عرفه صورة. قال لهم تعرفوا عادل حداد اللي مع شيخ؟ انا شفته بقولة الكراع، صار بينه وبين العيال الحراسة حق الحزام الامني على مخالفة شجارات، يقولوا له على العاكس مش عارف ايش، فجأة اخذوا النو وشلوا النو لسجن المنشآت. وكان في واحد طبعا من الاخوان اللي من عيال اب كان صديق له. هذا الانسان انا لاقيته لما كنت اتابع على زوجي، قال لي انه زوجك اول ما اخذوا النو شلوا منه اوراق، كان بالدرج فيها اوراق حق العيال اللي رجعوهم لمعاشيق، واخذوا النو لسجن المنشآت. بنفس اللحظة عادل حداد مطلوب للتحالف، بعد كده ما سمعناش عنه اي حاجة. يومين قسينا، يعني كانوا يقولوا انه مخطوف، مش متوقعين يعني مش مصدقين. اتصل له قوالهم ولا غدا، لما جاء خبر اكيد انه اختطف من الشيخ وتبع عناصر ابو اليمامه. والله العالم لحد الان ولا عرفنا من اخذوه وعلى ايش مسجون، ايش قضيته، مش عارفين لحد الان. والله كلام الناس كثير، يعني بحثنا في كل مكان، رحنا المجمع القضائي سالنا، قالوا اسمه مش موجود ولا في اي سجن. فين موجود عصا الله بيكون؟ إن كان هو يعني على قضية يحاكموه، وإن كان هو يعني بريء يفكوه، وإن كان هو يعني لا قدر الله ولا شيء يعرفونه فين هم، حي ميت أو أي إنسان مسجون، كان قاتل كان أي إن كان، يحاسب يتحاكم، أهله يزوروه. نحن أكثر من سنتين ما نعرفش أي خبر عنه، إنه حي إنه ميت إنه بصحة إنه مريض إنه. قادة المقاومة في كريتر، المأمور اتصل الكل، زوجي فين؟ يقولوا لي بس يومين 3 أيام، مجرد تحقيقات ولا يهمك لا تخافي شو تمام. قلت لهم زوجي خرج بدون ما يشرب الدواء، لأنه طلع عنده الآن القلب بعد الرصاصة عاملة ضغط على القلب، صار القلب ضعيف يشرب أدوية. طيب كيف ما نتأخر والأدوية؟ ما فيش أي رد. مكنوني يومين 3 أيام استني. راحت لعند مديرية الأمن نفس الكلام، يقولوا لي عملنا لك مذكرة للتحالف حق بيردوا علينا ما نقول لك ايش المشكلة. طيب اخواني الان بدأت لجنة جديدة، وزوجي قال له شهر غايب واللجنة دي تشتريها بالصين. طيب قولوا لنا خلونا بالصين، طيب خرجونا بالصين، طيب شلوا اللجنة للسجن اللي هو فيه بو. يقولوا ولا يهمك بنحل لك المشكلة، وهكذا كل ما تجي شهور اللجنة تبكيني بكاء. فين زوجي يجي بالصين؟ لجنة الرواتب اخرته الان، يقول لي اذا ما ترجعيش تتابعي تجيبيه بالصين بيسقط الراتب. أقول له زوجي لحد الآن ما زال مخفي ومعي أوراق تثبت. جابت ورقة من العمليات من المنطقة الرابعة، جابت من النائب العام وقع على ورقة إنه في ما زالوا مخفيين. بيقولوا لي إذا زوجي ما يجيش بصل بيسقط الراتب. بأي حق وأنا وعيالي نقص على هذا الراتب بس؟ ما عندناش أي عالة تانية ولا عندنا أي دخل تاني. أي دخل تاني ما عندنا للراتب الشهري لزوجي، خاصة إنه أنا عيالي لهم بمكتوبين جرحى ولا أبوهم شهيد ولا أبوهم متوفي. فيقول لك إيش يعني مخفي؟ والله كلام الناس كثير، يعني بحثنا في كل مكان، رحنا المجمع القضائي سألنا، قالوا اسمه مش موجود ولا في أي سجن. فين موجود عصا الله بيكون؟ إن كان هو يعني على قضية يحاكموه، وإن كان هو يعني بريء يفكوه، وإن كان هو يعني لا قدر الله ولا شيء يعرفونه فين هم، حي ميت أو اي انسان مسجون، كان قاتل كان اي إن كان، يحاسب يتحاكم، اهله يزوروه. نحن اكثر من سنتين ما نعرفش اي خبر عنه، انه حي انه ميت انه بصحه انه مريض انه. بس دحين يعني عادي لو هو استقل، بس ندري يعني ايش المكان، بس ولا هو رجال عادي لو استقل جزء الناس رجال استقلوا، بس ايش ندري ايش المكان نحن يعني. اصلا درينا به باي مكان. لما راح البيت غدره مهلوش، راح المدرسة ورجع مهلوش، وراح ورجع ما إن شاء الله قريب يوم وأبي هلا. كنت حزين وأدعي وأصلي وأقول يا رب خرجنا عابي. لا أحد يعلم شيئا عن مصير عادل حداد حتى الآن، ومنذ أشهر لم تتوقف التسريبات عن مصادر غير مسؤولة تؤكد وفاة
مخفين تحت التعذيب في سجون تابعة للإمارات. هذه الأخبار والمعاناة التي يعيشها أهل المخفيين تتسبب لهم بالكثير من الألم، فبعض أمهات المخفيين توفين كمدا وقهرا، بل إن شقيق عادل حداد توفي أيضا حين سمع أخبارا سيئة عن أخيه لم يتمكن من احتمالها. مشاهدينا الكرام، لتسليط الضوء على قضية المختطفين والمخفيين قسريا، ينضم إلينا من عدن عبر الهاتف الأستاذة أمة السلام الحاج، رئيسة رابطة أمهات المختطفين، ولاحقا سينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية المحامي نزار سرارو، رئيس أول فريق للدفاع عن المعتقلين والمخفيين قسريا في عدن. وأبدأ بالسيدة أمة السلام الحاج، رئيسة رابطة أمهات المختطفين. مرحبا بك سيدة أمة السلام، حياكم الله. هل هناك عدد معين ثابت للمختفين قسريا في مدينة عدن أم أن الضحايا في ازدياد؟ اللي وصل أولا أحييكم وأشكر تعاونكم وتفاعلكم مع هذه القضية، قضية المختطفين، القضية الإنسانية والمخفيين قسرا والمعتقلين في عدن. نعم. وفي كل المحافظات التي تحت سيطرة الحوثي أيضا، فهذه قضية مهمة جدا وإنسانية، ووصلت الرابطة في توثيق في عدن إلى 34 مخفي قسرا و85 معتقل في سجن بير أحمد، هذا الذي وثقت الرابطة أو قدر الراشطين في الرابطة لتوثيقه، ولكن العدد أكثر من هذا وما زال مستمرة هذه التعسفات بالنسبة للمواطنين. نعم، ما هي الجهات التي تواصلتم معها بشأن هؤلاء المختفين وإلى أين وصلت جهودكم؟ طبعا احنا بالملف هذا قد وصلنا إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس الوزراء السابق والميسري وزير الداخلية، وكل يوم ونحن الأمهات والرابطة مرابطين أمام بيت الميسري على أساس أنه المسؤول الأول بالنسبة لقضية الأمن. نعم. وصلناها أيضا إلى رئيس المحكمة العليا، وصلناها أيضا إلى وزير العدل، نائب وزير الداخلية، إلى الجميع. وقفنا أمام مقر التحالف في البريقة، وصلنا القضية إلى جميع هؤلاء المسؤولين، إلى وزير حقوق الإنسان، إلى نائبه، إلى الجميع، وكذلك إلى المنظمات الدولية ولجنة الخبراء والجميع. وإلى أين وصلت هذه الجهود؟ إلى طريق مسدود أو إلى وعود لم تنفذ إلى الآن، هذه وعود كلهم يوعدوا ويمنون أنهم سيعملوا وسيفرجوا وقد وجدوا المخفيين وغيرها وغيرها. نعم. ولكن لم نجد على الواقع أي شيء. آخرها ما سمعتم جميعا من تصريح وزير الداخلية، وهذا الذي نأمل من الجميع أن يساعدنا في إخراج وإظهار المخفيين. نعم. أمهات المخفيين يعلم الله حالتهن، وأنتم يمكن شاهدتم أم. نعم. زكريا كيف حالتها، خاصة نحن نتابع بشكل يومي كل هذه التحركات سيدة أمة السلام، كما نتابع أيضا بعض تلك التصريحات التي تنفي وجود مخفيين أصلا. كيف تنظرون إلى تصريحات البعض ممن يعني في المناصب الأمنية وهم ينفون قضيتكم هذه جملة وتفصيلا؟ نقول لهم أنتم المسؤولون، أخرجوا أبنائنا، أظهروا أبنائنا أين هم بالضبط. مش معقول أنهم أخذتهم جهات أمنية أو غير أمنية وأنتم المسؤولون الأولون في هذه القضية في هذا البلد. أنتم دولة، نحن نخاطب دولة، ما نخاطب جماعات مسلحة كما في عند الحوثي. نحن نخاطب الآن دولة ووزير داخلية و مسؤول عن الأمن وغيرهم. من إذا نخاطب إذا كانوا هم ينفوا هؤلاء؟ أين أبنائنا إذا؟ أين أبناؤنا؟ لماذا لم يظهروهم إذا كانت هذه
السجون ليست لا توجد سجون سرية ولا توجد، إذا يظهروا أبنائنا حتى يأخذوا حقوقهم الكاملة. نعم. إذا كانوا مذنبين في شيء يقدموهم للنيابة للمحاكمة، يظهروهم نزورهم نشوفهم، يشوف أنهم أمهاتهم، يقدم لهم المساعدة. إحدى الأمهات تقول أنها عندما أظهروا ابنها في سجن بير أحمد لم تتعرف عليه من كثر ما هو نحيف وتعبان وشكله تغير تماما. إذا لماذا هذا الظلم؟ نعم. أمهات المختطفين كم مضى على بعض المختطفين سيدة أحمد السلام؟ بعض المختطفين. نعم. من ذوي المدد الطويلة أو المخفيين لمدة طويلة، كم أطول مدة للمختفين قسريا؟ الآن أكثر من 3 سنوات وهم مخفيين قسرا، من عندما من بعد ما تحررت عدن وهم مخفيين قسرا. نعم، 2015 يعني. نعم، إذا شكرا جزيلا لك يا الأستاذة أمت السلام الحاج، رئيسة رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا من مدينة عدن. وينضم إلينا من مدينة عدن أيضا المحامي نزار سرارو. مرحبا بك سيد نزار. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. ما هو التوصيف القانوني لعمليات اختطاف المواطنين وإخفائهم قسريا في سجون تابعة للتحالف دون عرضهم على القضاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للسجون فهناك نوعين من أنواع السجون، هي السجون التابعة لقوات الأمن والسجون التابعة لقوات التحالف. بالنسبة لجريمة الاعتقال والإخفاء القسري فهي تعتبر من جرائم الحرب وفقا للقانون الدولي الإنساني، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. نعم، من يتحمل مسؤولية اختفاء هؤلاء المواطنين في مناطق لا تعاني لا من حرب ولا من كوارث طبيعية؟ الذي يتحمل مسؤولية هم الأشخاص الذين يقومون بهذه الجريمة، سواء كان الأمن أو كانت قوات التحالف. فهذه الجرائم تعتبر من أشد أنواع الجرائم قسوة، كونها لا تطال الشخص المعتقل أو المخفي قسريا فقط، بل تطال أسرته، تتجاوز المنتهك إلى أسرته. بالضبط. هذه الضجة التي تثار من المنظمات ومن وسائل الإعلام و القصص التي تروى عن من يعني أهالي هؤلاء الضحايا، هل علمتم أن النيابة العامة تدخلت للتحقيق في هذه الجرائم، جرائم اختفاء المواطنين أو إخفائهم قسريا؟ بالنسبة للعمل في هذا المجال اللي هو مجال المعتقلين والمخفيين قسريا في عدن، نحن كنا أول السباقين. نعم. بتأسيس فريق للدفاع عن المعتقلين والمخفيين قسريا في عدن من بداية التحرير، يعني من. نعم. من عام 2016 تقريبا، بداية عام 2016. نعم. خلال هذه الفترة من الزمن لم نستطع أن نعرف أو يعني نجبر أو نطلب من النيابة العامة التحقيق في هذه الجرائم. كانت هناك محاولة واحدة من وكيل نيابة السجون في عام 2016، في نهاية عام 2016. نعم. للتحقيق في هذه الجرائم بشكل شخصي يعني. نعم. كانت، لكن تم منعه من دخول سجن واحدة من هذه السجون، وبالتالي توقفت كل العمليات التحقيق في هذه الجرائم. أليس من واجب النيابة، أليس هذا الأمر من واجب النيابة، فتح التحقيق و يعني التحقيق في هذه البلاغات عن جرائم حجز حرية واتخاذ إجراءات قانونية بحق من يثبت تورطهم في هذه الجريمة؟ جواب السؤال هذا على شقين. الشق الأول اللي هو النيابة هي التي لابد لها أن تقدم على التحقيق. نعم. في هذه الجرائم، وهذا أمر وفقا للقانون. لكن الشق الآخر أن النيابة لا تمتلك المخالب أو لا تمتلك الأدوات التي تمكنها من التحقيق في هذه الجرائم، كون النيابة لها شرطة قضائية معينة تعمل من خلالها عن طريق القبض. لا تستطيع على الأقل تلقي البلاغات من الأهالي وتوثيقها؟ البلاغات تتلقى البلاغات، لكن طالما أنه رابطة أهالي المختطفين والمخفيين قسريين في عدن لا تشعر أو لا تلمس أي تحرك من قبل النيابة العامة في هذا. نعم. الموضوع بسبب قوات الأمن وبسبب القوات التي تنتهك الحق هذا،
فالنيابه عندما تريد التحقيق لا تستطيع ان تحقق في 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 هذه الجرائم، لا يسمحوا لها بدخول السجون، لا يسمحوا لها بالجلوس مع المعتقلين، ولا يسمحوا لها بمعرفه اماكن المخفيين قسريا الا في امرات قليله فقط. اما الامور بشكل عام لا تستطيع النيابه ان تتحرك طالما وان الامن، طالما وان القوه القهريه بيد المنتهك، ولا حتى اعلان هؤلاء المنتهكين، تثبيت المساله بشكل قانوني بحيث تثبت الجرائم، وإلى أن تأتي دولة يعني فارضة لسيطرتها على البلاد لمحاسبة هؤلاء. عموما، ما هي الإجراءات القانونية التي يجب على أهالي الضحايا اتخاذها لتوثيق حقوق أقاربهم المختفين، خاصة وأن هؤلاء بعضهم موظفين وآخرين جنود يتم التعامل معهم من قبل يعني جهات عملهم كمنقطعين عن العمل؟ بالنسبة لكلامك الأخير، ربطة الأمهات المعتقلين والمخفين قسريا في عدن يجب عليها أن تقدم البلاغات، فالنيابة العامة لا تستطيع التحقيق في شيء لا تعلمه، وبالتالي فلا يجب على هذه الرابطة. هناك يعني البلاغ العام وهذا كافي، هناك تقارير دولية نشرت، هناك يعني لا يمكن أن تتعذر النيابة العامة بعدم وصولها، وصول المعلومات إليها، هي نيابة عامة وهي يفترض، وأنت محامي وتعرف الخوف. تفضل. نعم، في كل الحالات عضو النيابة أو القاضي في النيابة العامة هو بشر في الأخير، فنحن كمنشطاء وكمحامين وكقضاء معرضين للانتهاكات أساسا في ظل غياب شبه كامل للدولة، أو نقول يعني غياب للدولة. لكن المفروض على الأمهات المعتقلين أن يقوموا بتقديم البلاغات للنيابة العامة بالاسم والتاريخ والوقت والجهة التي يشك أنها هناك ملفات، إضافة إلى ملفات جاهزة لدى الرابطة كما يعلم الجميع. ما هي الإجراءات التي يجب عليهم؟ ونحن كفريق كنا نشتغل على مسألة الرصد، كانت لدينا قوائم وكشوفات سلمناها لوزارة حقوق الإنسان. سلمناها لمنظمات محلية، منظمات دولية، بأسماء المعتقلين والمخفيين قسريا في عدن. الكل يعرف هذه الأمور، لكن النيابة العامة ليست لديها القوة المناسبة للتعامل مع هذا الأمر في ظل غياب الدولة. نعم، إذن هل تقدمتم أنتم بهذه الملفات التي لديكم والكشوف لتقديم بلاغات للنيابات، على الأقل لتوثيق أن هؤلاء مختفين وليسوا منقطعين عن أعمالهم، لكي إذا ما جاءت رواتب للأسر التي تعاني الأمرين يعني تصل إليها؟ نحن كمنظمات مجتمع مدني عددنا كشوفات بالأسماء، بالتاريخ، بأماكن الاعتقال، بأماكن الإخفاء، بمواقع السجون، تقدمنا بها إلى وزارة حقوق الإنسان اللي هي معنية بالتحرك في هذا الموضوع، لكن الوزير السابق كان شبه يعني شبه نايم نقول. الآن هناك وزير آخر عين بعد عملنا هذا، لكن للأسف أعتقد اسمه محمد متوفر عسكر على تويتر، لكن متوفر على تويتر الإشادة ب الأمراء السعوديين، تويتر وفيسبوك وما فيش مشكلة، يتوفر على كل مواقع التواصل الاجتماعي، لكن يتحرك تحرك جاد في هذه المسألة. فكنا على تواصل معه عندما كان نائب الوزير، لكن كنا تجاهل تام. نحن سلمنا الكشوفات تقريبا في حدود 150، كان في هذه الفترة 150 مخفي ومعتقل، لكن لا 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 لم نلمس أي تجاوب في هذا الموضوع. الآن لله الحمد أغلب المنظمات تشتغل على الرصد وتشتغل على البلاغات في مسائل الإخفاء القسري والاعتقال، لكن اللي حاصل أن يتم القمع. نحن هددنا بأمور كثيرة ونحن نشتغل، فنحن الآن يعني مهددين بهذه الأمور. نتمنى لكم السلامة سيد نزار، يعني ولكل الحقوقين والراصدين في الميدان كل السلامة. هل من رسالة تود توجيهها في هذه الفرصة؟ رسالتنا احترام حقوق الإنسان واحترام القانون بشكل كامل من جميع الأطراف، سواء كانت الحكومة أو الأمن أو التحالف أو حتى الميليشيات المتواجدة في عدن، فاحترام القانون هو الأساس في حياة كريمة للمواطن. نعم، إذن شكرا جزيلا لك المحامي والناشط الحقوقي نزار سرارو، كنت معي من مدينة عدن.
مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب. أسرة القائد المختفي قسريا عادل حداد، تم الرصد، في أمان الله.